مثلا إذا واجهتك هذه المشكلة وهي يقول لك لقد فشل تحميل بعض الملفات، هناك ملف واحد وهذا ملف ثاني. إذا في اللانشر سوف نحاول حل هذه المشكلة، وأول حل سنقوم به هو إعادة تنصيب البرنامج. سوف نقوم بحذف البرنامج وإعادة، سوف أغلق هذا التورنت. قد قمت بإغلاق البرنامج الآن، سوف نقوم بحذف البرامج. هنا نتجه إلى الكنترول بانل، بعد ذلك سوف نتجه إلى انستال بروجرامز، ثم سوف نقوم من هنا بحذف البرامج القديم وكذلك الجديد كي نعيد التثبيت من جديد. إذا سوف نبحث هنا عن البرنامج، عن البرنامج القديم والجديد، هذا هو الجديد، سوف أقوم بإزالته. تابع هنا الخطوات، يتم الآن حذف البرنامج الثاني أو الجديد. نبحث عن البرنامج الأول القديم، إذا هذا هو البرنامج القديم، نجده، نضغط عليه، نضغط كليك يمين على الماوس ثم نضغط على انستال للقيام بحذف البرنامج من الجهاز. نقوم الآن بحذف البرنامج من الجهاز كي نعيد التثبيت من جديد. ننتظر قليلا، يتم الآن الحذف، لقد تم حذف البرنامج، نضغط على فينيش. الآن كما ترى معي هنا فقد تم حذف البرنامج، فإذا ضغطت هنا لا يوجد شيء، اختفي. سوف نعيد إذن الآن سوف نفتح أي ملف كيفما كان، ثم نتجه إلى والمرض. قلنا ندخل إلى أي ملف ثم نتجه إلى كمبيوتر أو بوست دوت خافاي على حسب لغة جهازك، ثم نذهب إلى ديسك لوكال سي كي سوف نغير مسار اللعبة. سوف نضغط على نيو فولدر، أو نذهب إلى نضغط على الفراغ ثم نختار نيو أو نوفو دوسي أو نيو فولدر أو فولدر جديد، ثم نغير الاسم، ثم سوف أسميه إنسي سوفت هكذا بحروف كبيرة، ثم إنتر. سوف أضعه هكذا فارغا هنا، ثم سوف أفتح البرنامج المكان الذي حملت فيه البرنامجين. إذن سوف أبدأ الآن بتنصيب البرنامج القديم هذا ثم البرنامج الجديد. إذا هذا البرنامج القديم سوف أضعه الآن، سوف أغير مسار اللعبة لربما نفتح المشكل، نقوم بحل المشكل. نضغط هنا نيكست ثم هنا أكسبتي. هنا سوف نغير مسار، هذا المسار سوف نقوم بتغييره. سوف نضغط على الفولدر الذي قمنا بإنشائه داخل هذا المكان، أنشأناه بحروف كبيرة كي يكون واضحا. إذا على ما أظن أنه هو هذا، سوف أتأكد أن لا يكون هناك. إذا الآن كما ترى SC NC Soft مباشرة بدون بروجرام فايل. إذا ضغطنا على الفولدر الذي أنشأناه جديد، ثم ضغط على Next ثم Install، ثم ضغط على Next Agree هكذا، ثم ضغط على Close. افتح معنا مرة أخرى هذه، نضغط على Install، ننتظر هنا قليلا، بعد ذلك ضغط على Finish، ننتظر قليلا. نرى معنا اللانشر القديم،
بعد ذلك سوف نضغط عليه، سيقول لنا تظهر الرسالة لماذا تكونفيرم كما العادة. ثم نتجه البرنامج الثاني، نقوم بتسطيبه أو تنصيبه، نختار اللغة ثم نكست نكست. إذن هنا مرة أخرى نغير المسار، سوف نضعه في نفس المسار الذي وضعنا فيه الملف الأول. إذن دخلنا هنا ثم دخلنا على هنا ثم مباشرة هذا هو الملف. اضغط OK. إذن هكذا، ثم اضغط انستار، انتظر قليلا. بعد ذلك تظهر هذه الأيقونة، ثم ضغط فينيش، ضغط على القديم، نختفي، نضغط هنا، ننتظر، ننتظر هنا، فتظهر لنا الأيقونة هنا، أيقونة البرنامج هنا. لا نحتاج لنسخ الملفات ووضعها الفوق، المهم هو أن تضعهم في نفس المسار، أن تضعه كلا اللعبتين في نفس المسار. إذن هنا ندخل، نضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة، تظهر لنا أيقونة البرنامج كما العادة. نقوم بإدخال المعلومات الخاصة بنا، تختار هنا، طبيعة الحال توجد هنا أوروب، تختار نورث أمريكا. إذا منطقة أوروب توجد في البليد أند سول، لعبة بليد أند سول، وليست في لين إيج. لين إيج لا توجد في أوروب، منطقة أوروب. ندخل اللانشر مباشرة، ومباشرة يتم التحميل. سنجرب الآن هل تجاوزنا المشكل. يجب أن يصل أن نصل إلى، يعني المشكل هو يقف هذا البرنامج في 14% يقف البرنامج عن التقدم. لذلك سوف نراقب الآن هل قد تم حل المشكل أم لا. سوف ننتظر. إذن نجحت العملية، أصبح يعني أصبح البرنامج يقوم بتحميل اللعبة بدون توقف في بعض الملفات المعينة. لأن المشكلة كانت ماذا، يعني المشكلة ما هي؟ كانت المشكلة أنه يقف في بعض الملفات المعينة ولا يريد، يعني لا يقوم بتجاوزها دائما. حتى لو قمت بإغلاق البرنامج وإعادة فتحه فهو يتوقف في نفس الملفات، لأنك تقرأ اسم الملفات فإنه يقف في نفس الملف. إذا كان البرنامج لديك يقف في نفس الملفات فهذه هي العملية للتخلص من هذه المشكلة ويعني القيام بتحميل. ثم الخبر الآخر، الخبر الثاني الجيد، هو أن هذا البرنامج الجديد الذي أنتجته شركة إنسيسوفت فهو أفضل من البرنامج القديم. لماذا؟ لأنه الآن أصبح أسرع من البرنامج القديم. بطبيعة الحال أن كلنا نعلم بأن البرنامج القديم الذي كان يحمل اللعبة، يعني البرنامج القديم كان بطيئا جدا، كنت تنتظر يعني وقت يعني طويل جدا. إذا الآن فهذا اللانشر الجديد فهو سريع نوعا ما عن البرنامج القديم. هذا كل ما في الأمر، ولا تنسى، لا أعلم إذا كان هذا شيء مهم أم لا، لكنني قمت بإغلاق هذين VMware and VMware في هذا المسار. أضيف أيضا شيء آخر لا أدري إذا كان مهم أم لا. نضغط هنا كليك يمين، نضغط على Property هكذا، ثم أتظهر معنا إعدادات الواي فاي هكذا. إذا قمت بالتأشير على بعض الأشياء هنا، المهم فقط لكي إذا كنت تريد أن تقوم بنفس الطريقة التي
الأشياء التي قمت بها لا أدري إذا كانت لها علاقة بتحسين البرنامج أم لا، لكن هذا ما فعلته. ثم قمت بإغلاق برنامج مكافح الفيروسات في جهازك، تقوم بإغلاقه وذلك بالضغط على كنترول، تضغط على كنترول ألت ثم سوبريمي، ثم تظهر معك هذه، تضغط على تاسك مانجر. هذا هو تاسك مانجر. إذا هنا تبحث عن برنامج مكافح الفيروسات مثلا، هذا يعني هذا ليس مكافح الفيروسات، لكن مثلا تضغط عليه هنا ثم تضغط على اند تاسك كي تقوم بإغلاق برنامج مكافح الفيروسات. أيضا هنا بالضغط على إعدادات ثم كنترول بانل سيستم اند سيكوريتي ثم الضغط على ويندوز فايروال، هنا قمت ب ضغط هنا، قمت بتغيير بعض الإعدادات هنا، فأفعل مثلها لربما يكون السبب لا أعلم، لكن أريكم فقط بعض الخطوات التي قمت بها. ثم أيضا التحقق من الإنترنت الخاص بك. هذا كل ما في الأمر، فلا تنسى الضغط على الاشتراك ودعم ليونيكسيس جيمر، قناة ليونيكسيس جيمر لشرح الألعاب وأيضا استكشاف الألعاب واختبار الألعاب. ودعنا شكرا لكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.